اهلا وسهلا. الماء الساخن والتمثيل الغذائي او وعلاقه بالنظام الغذائي السليم. الكل يعلم بان يعني الناس يهتمون بالصحه، يعني يكون حريصين على كميه الطعام، الاطعمه اللي يتناولوها ونوعيته، لكن نرى بان العناصر التي توفر في الماء الساخن هي الاساس في لعب دور فيما يتعلق في عمليه التمثيل الغذائي، بحيث أن يتم الجسم يستفاد من هذه المواد، بيكون مواد نافعة ويتخلص من المخلفات الأطعمة. أي طيب، نرى هنا لما يعني عندما أي شيء نتناول، أي طعام أو شراب يحتوي على مواد بروتينية، فتقوم الأنزيمات كسر هذه المواد البروتينية إلى أحماض الدهون، أحماض أمينية، وهي مفيدة لأنسجة، لبناء الأنسجة. واحد. اثنين، تعرف الانزيمات الى المواد الكربوهيدراتيه مثل الخبز والشهدي الى جلوكوز، اي سكر الدم، وايضا المواد الدهنيه يعني الدهون الى احماض الدهنيه، فتقوم الانزيمات بعد كسرها هذه الى هذه المواد الى احماض الدهنيه والسكري الجلوكوز في الدم، يستخدمها لانتاج الطاقه. فإذا عند أثناء التمثيل الغذائي يصل عملية إنتاج الطاقة وتخزينها واستخدامها عند الضرورة. لكن يحصل هنا عند أثناء التمثيل الغذائي هذه المخلفات الأطعمة اللي هي مكونة من ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد، ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وكبريتيد الهيدروجين، هذه مواد سامة من مخلفات الأطعمة، جسم يجب ان يتخلص منها، تخرج عن طريق قضاء الحاجه. لكن لما هذه العمليه تتم بوجود كميه كبيره من المياه، تقريبا بمعدل يوميا حوالي 13 لترات الماء، يعني الماء تستخدم تقريبا، وايضا طريق تولد الطاقه الحراريه، وبالتالي هذا يساعد على عمليه ويساعد في عملية نقل الطاقة الحرارية إلى الجسم. طويل يا اخي، ما شاء الله.